السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم معايا هنايا جميع الملابس، يعني كما كتشوفوا معايا انا كنت كلكم على الصور وانتم كتشوفوا يعني الملابس رائعه ما شاء الله. كاين سيكان، يعني هتشوفوا انتم هتشوفوا عفوا معايا، مازال الملابس كاينين الغطاء ديال السرير، كاين يعني جميع الملابس، كاين سيكان، تواب، لباس ديال البنيتات الصغار ديال الوليدات، يعني هنايا يعني كاين صنيدلات، كاين المهم انتم هتشوفوا معايا في باقي الفيديو، يعني ما شاء الله رائعين. كاين تواب، كاين يعني صندلة بالصاك، يعني كاين هنايا دائما الجديد، واللي بغى شي حاجة مرحبا. كاين ملابس البحر كما كتشوفوهم معايا هنايا، كاين هذا غطاء السرير ما شاء الله كوفرلي 3 بياس، يعني رقيق، يعني ديال هاد الصيف، يعني كيحمقو كما كتشوفو معايا هنايا. كاين هادي ديال الوليدات، يبغى شي حاجه مرحبا. كاين هذا لي زار 3 بياس حتى هو، يعني كاين هادو ملابس ديال البحر اللي كيبغي يلبس داكشي مستور، يعني كاين يعني فيهم اشكال وانواع، وراهم فيهم حتى هما القياسات. كاين لباس ديال الاخوانيات، يعني كاين لباس داكشي اللي كيبغي يلبس داكشي طويل، يعني مستور، وكل واحد ورايه، كل واحد وشنو كيعجبو يلبس. يعني هنايا انا كنخليكم تكتشفوا الملابس رائعه، كاينين كسوات بحال هذا الشكل هذا، كاينين جلالب، يعني اللي بغى شي حاجه النمره انا خليها لكم كما عودتكم دائما في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه، اللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ ويكون غير الخير ان شاء الله. يعني الملابس في منتهى الروعه، يعني ما نحتاجش نقول لكم، نتوما كتشوفوا هنايا كلشي، كاين لباس ديال الاخوانيات، كاينين ديال البنيتات الصغار، الوليدات، يعني صبابط، صنادل، المهم جميع اللي بغيتوها موجوده هنا. كاين قفطنات كما كتشوفوا معايا، كاين جلالب، يعني روعه، وفيهم جميع القياسات، والثمن راه مناسب. واللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ وراه يكون غير الخير ان شاء الله. يعني كاين اشكيال كنحط لكم منه غير لون ولا غير شكل، اللي بغى شي شكل ولا لون ولا اي حاجه يتصل بالاخ. النمره كما قلت لكم غنخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه، يعني دائما الجديد ما شاء الله رائعين. اللي بغيت هلا في راسو علاش لا، كاين هذه فيها هاد الشكيلات، واللي بغى شي لون اخر ولا بغى موديل اخر ولا شكل اخر يتصل بالاخ، ومرحبا بكم جميعا. كاين لباس ديال الولاد، نتوما تشوفوهم معايا في اخر الفيديو، وفضلا وليس امرا ما تنساوش تضغطوا على الزر الاشتراك واللايك باش يصلكم دائما الجديد ان شاء الله. انتما كتشوفوا معايا هنايا الملابس رائعه، يعني ملابس ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا كاين تونيات، كاين جميع الملابس، كاين في الاشكال وفي الالوان، كاينين جلالب،
اللباس ديال الاخوانيات اللي كيولوا المحجبات اللي كيبغيو يلبسوا داك الشي مستور. هنا كنخليكم تكتشفوا هنايا الملابس. كاين قفطنات، غير اللي مبغاش يتهلا في راسو، اللي بغا يتهلا في راسو مرحبا بكم جميعا. يعني كاين جميع الشكلات وجميع الالوان، وفيهم حتى الطايات اللي بغا شي حاجه ومرحبا. وفضلا منكم وليس امرا، ضغطوا على زر الاشتراك واللايك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ان شاء الله. موديلات خطيرة ورائعة، وراه حتى الثمن راه رائع ما شاء الله. اللبسات كما كتشوفوا معايا انايا في الصور، يعني جميع الملابس تحفة، يعني ما نحتاجش نقول لكم انتما كل شيء كتشوفوه هنايا في الفيديو. اللي خاصاتو شي حاجه مرحبا، كما عودتكم النمره انا خليكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل بالاخر. كاين جميع الطايات وجميع الشكلات وجميع الالوان. يعني جلال برائعه، ما شاء الله انتما كتشوفوا معايا. والالوان كلها مبرده ديال الصيف. وراه كاين حتى الملابس ديال الولاد، اللي بغى شي حاجه مرحبا. نتوما تشوفوا معايا هنايا، كاين تونيات. ودابا غادي نخليكم مع تتمه الفيديو وفيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.